الميليشيات الحوثية تقوم بتفجير وهدم منازل خصومها ومعارضيها. ما تقوم به الميليشيات الحوثية من منع وصول أهالي الصحفيين أو أهالي المعتقلين إلى 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 المعتقلين، هذا بالنسبة هو جزء يسير مما تقوم به هذه الميليشيات الحوثية التي لا تخجل أبدا بارتكاب الكثير من هذه الممارسات. هذا مؤشر على أنه إن هذه الميليشيات لا يمكن أن تكون دولة، لكن هذا أيضا مؤشر كبير جدا على أنه لماذا تسكت المنظمات الدولية المعنية بمثل هذه الحقوق والمواضيع الإنسانية، لماذا لا نرى تنديد؟ جميل، بما أنك أشرت إلى هذا النقطة، بهذا الحجم الذي تقوم به الميليشيات الحوثية، عندما قتلت الميليشيات الحوثية الكثير من الصحفيين في اليمن وجعلتهم دروع بشرية، لا أعتقد أنه كان هناك تنديد أو إدانة بشكل مثل ما حصل مثلا مع آخر صحفي قتل هو خاشقجي. نعم. اليمني، الصحفي اليمنيين في حالة لا يراهم العالم بمنظور إنساني حقيقي. ما تقوم به الميليشيات الحوثية من عملية إرهاب لمعارضيها والصحفيين هي الوصول إلى أن قامت بإنهاء أي صوت معارض يمكن لو أن يكشف هذه الميليشيات أو يفضحها. اليوم لا يوجد إعلام في هذه المحافظات خاص، لا يوجد إعلام إلا الإعلام الموالي لها، أكان حكومي أو كان للأشخاص الذين أنشأت مؤسسات صحفية من قبل الميليشيات الحوثية لتكون هي المتواجدة في الساحة.